السلام عليكم، انا الام ديال يوسف اللي كيقرا في ثانويه بنات عمرت. فجلس ما بيا معديه حتى دخل عندي لقيته كله مكرفس. وقلت مع قال ماما راه تعرضوا لي جوج ديال الدراري هازين الموس، راه شنو وقع لي. خرج انا وبوه تنجريو كنقلبو تمايا، سولنا الدراري قالك بصح راه ولدك راه لقيناه كيبكي وداكشي، والدراري اللي كانوا تعرضوا ليه راه هربوا. بقينا كنقلبو عليهم تما، يبانو لنا الشرطه كيدورو تما بالموطور. وقفنا وهضرنا معاهم وعاودنا لهم شنو وقع لولدي، بقاو ساكن تيقلبو معانا. ما خلاو فين قلبو، هما تيقلبو حنا كنقلبو ما لقيناهمش. دابا الله يجازيكم بخير، ما كرهناش من الشرطه زعما تزيد في التقلب ديالها وتشوف هاد المدرسه هادي، لان فيها المشاكل بزاف وفيها الكريساج بزاف وكيتعرضوا للتلاميذ كيتكرفصوا عليهم. ديروا معانا شي حل، الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير، كنطلبوا من ولي الامن القنيطره دير معانا شي حل لوليداتنا، لان راهم مكرفسين في هاد المدرسه هادي بزاف وكيتكرفصوا عليهم. الله يجازيكم بخير، كنطلبوا من ولي الامن ديال القنيطره الله يجازيه بخير يتدخل، لان التلاميذ في هاد المدرسه هادي ملي كيخرجوا كيتعرضوا للاعتداء بزاف من صحاب الكريساج وداكشي. خاص يكون شي حل ان شاء الله. اليوم انا وصاحبي كنا خارجين من المدرسه الاعدادي ديال بنات عمرت، كنا غاديين بحالنا لديارنا، ما يتعرضوا لينا جوج هزين الماس. واحد قال لي يعطيني الفلوس باش نشري سوليسيون ياك، وشويه قال لي ارد جاكيتك، عطيتها له وبقى يضرب فيا انا وصاحبي ياك، وقال لي اري يدك نشوف باش انت الزهري ولا مزهري، قال لي دير هكا ويتفلي فيها، قال لي مشي انت الزهري ويضربني ياك، وبقى يدير لي بحالك بالموس ياك، وبقيت نغوت وما نجمعوا لينا الناس ديال الكورونا، الاخرين هربوا ياك، وبقيت تنجري. قلت واحد الدري ياك مشيت خايف لدارنا ياك، وقلت لهم الاب ديالي وماما، ومشينا تنقلبوا عليهم وقلناها لاصحاب الشرطه.